انه صادق بقى معتكز على نفس الموضوع. مرات يكون عنده دار مونس على قولة علاء الياسين، يكون عنده طموح نجم. عاجبك الموضوع انه قصيدتك تغنت يعني باريهم الذمة؟ فشلون انا يعني اقبلها على الناس وما اقبلها على نفسي؟ هجاك السيد فاقد. يحتاج للأدب، يحتاج للأخلاق، يحتاج للتهذيب، تهذب نفسك شخصيتك. مو بس تشوفوف تشلمة هم تلويك. أي والله تصح تشلمة تعادل بالألف سطر. من خربطوا انتهوا شعريا، شلون تخربطوا؟ أنا أكو فد يوم من الأيام واحد راد رقمه من عندهم، قال والله أربع شعراء خابرتهم قالوا له ما عندنا رقم. وغلا تحلى العجايز شيب واحلام هويتك ما يهمني بشر، واحلام ستجفني كذب بالليل واحلم كذب بل كان خمد وتمر علي.